هذا ما جيت على سيدي. قبل كنت يعني سهل قبل هذا قبل كان كنيسة ولا مسجد ما شاء الله. ولي قهوة بغدادي للقهوة بغدادي بكري. السلام عليكم، شاهدوا المسجد هذا اخويا؟ مسجد احمد بن حنبل. قبل كان كنيسة؟ اه ديك لابوليس. الفرهابي. اش قلت؟ الفرهابي. شوف صور في الكاميرا، صور في الملك. هكذا؟ هكذا الناس راهي صوروا الكرطية تاع ال من هنا. انت من لاسيتي؟ لاسيتي. على يدي لابوليس اخي، كان صور في الباطيمات هنا في الدنيا في المشهد. قال لك لازم تريزاسيون. شوف هكذا؟ هكذا. نرجعوا للتاكسي فون على خير. اي اخويا. صح. لاغي بايال هادي لاغي بايال حتى انا سيدي ابراهيم نخرجوا على المقبره تاع الاخروف. ولهنا صورنا هذيك البلاصه التاكسيفون يكون مقفول. الكارتي صورناه ديجا هذا ونقدموا لقدام. شوف البني تاع وقت فرنسا تاع بكري. نصوروا شويه هذا لو بروميير بولفار هنا وين السيتام ليكول تاع السيتام تاع التكوين المهني ادروات. متقاقص يلعبوا في الباب يفوت. هاي يلعبوا لعبوا بارتي. هاي شكون يربح فيكم؟ هاي هاي يلعب. هاي بابي فول. ها بابا ما ماركيتيش كيفاه هذا؟ زيد هاي زيد واحد اخر. هاي العب. هاي عندك بابا يعطيك الصحة. ها ماركة شفت هيا هذي مش هذي. سقسيوا هالحاجة هذا باين تا يخدم الفريجيدارات هذا. القطوسة القطوسة ما أدرك ما القطوسة. هذا قطوسة لك دخلات. ها قاري. السلام عليكم. السلام عليكم. سقسيك معنا انا واحد الفيديو على الكارتيه تاع النبا. انا ماني في لاسيدي. معليش تجم تقول حاجه تهضر حاجه على الكارتي تاعكم. تحب تبان ما تبانش، جست قاعد كاين عباد عايشين في الخارج خاوتنا جزائريين مهاجرين يحبوا يشوفوا الكارتيه تاع البلاد وانا نعمل فيها بليزير. تحب تقول حاجه تبان نورمال. واش ما عنديش راح نحكي انا. واش هاك نحطك في الفيديو تشوف يبكي على المهم. وهذه واش هذا بالضبط؟ على بالي هذه البنيه الحمراء هذه مدرسه. هذه كانت مدرسه بكري فلان. تمام مدرسه فرنسا. هذه قبل كان يقريها ولا ربي انا ابتدائيه. ابتدائيه. اها. درك واش ولات؟ درك ولات ساكنين فا. ولات كانت تقول لي مدرسه. ها
يصوروا في الكارتيات هكا. هذه لاغي بايار اسمع شوف قطك هز قطك هم قطتاكم عاقلين ها عبد ما عاقلين القطط هكا هكا بتبانش هتخافش هتخافش هاي عجبتني هذه يا اخي حكمه حكمه باوزا شوف ها اخلا اخلا بين اخلا ولا من هنا حتى للخروف تخرج ها من للخروف هذه قلت للخروف طريق بتخرج طريق جديده نقولوا له ومن بعد لاري الاخرى واش عيطوا لها هذه هذه تروازيام ترونج كاين بريمير ترونج كاين هذه بريمير ترونج مزيان هذه ديزيام ترونج بريمير ترونج هاي تاع طريق هذيك تاع طريق هذيك تروازيام ترونج كاين كاتريام ترونج حتى جا الطريق الاخر بزرات بزرات الحسين جبنت ليها تسمى لي تقسم بزرات تقفل تقسم بين لا سيتي وجبنت ليها تسمى كاين الاولى هذه تاع الطريق الكبيره وهذه الثانيه لاي بايار لاي بايار وكاين الثالثه كاين الرابعه الرابعه خمسة هكا تخرج تسمى تقسم ما بين جبل كيوت ولا سيتي تسمى ما اللي من تابع هذيك بوزرات 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 ماني متزوجة ماني مطلقة من شو عسكر من شو كان شعب بكري وين شو عسكر هذا؟ شو عسكر من هنا كان شعب بكري اها قبل ما يبنيو باتيمات هذوما اه ورا واللي كنت بوليس هذيك كنت بوليس هذيك كامل كان شو هذاك كامل قلت له شو عسكر؟ شو عسكر بغيت جات سيتي بوليس البنات تما تعمر الدنيا تم يا خويا انا عدت جستك كرطيات تاع رمضان هذاك تعرف واحد رمضان هي دخلت على العرب ديرت على العرب كنت شاف او في بشاره مادام صديقي اه السلام عليكم اه قربت لك الكاميرا اليوم هيا حاب تحكي لنا شويه قاعده تاع قالوا لي جماعه لاسيتي غير البنك والقاعد كيف الحكايه تاعك صافا واش تحكي احكي لنا على لاسيتي هاي معدي دو باساج صليت في المسجد هذا قبل كان كنيسيه راني نصور في الكارتي ديزيام ترونش هذا لاري بايار ما تقول حاجه ولا اكسايب قد قد بالكعبات الكل ها بالك يعرفوك صحابك في الخارج بالك ولا صايم مليح قد قد مالا دي عطوها لاري بايار هذي ها يشوفوها الناس تاع الخارج متوحشين واحد هيا قاعدة تاع البنك تاع البلاد هذي يتوحشوها هذي يا مالك ها ها يا صح افطر خويا ها يا بسلامة بعد الفطور تجي ملاحة قاعدة ملاحة هنا ريب ريب هنا لا غيب باير هاي لا سيتي يا اخوي ديسكم في لا سيتي تفكر لا سيتي هاي لا سيتي السلام عليكم معليش نسقسيك هاك باين تسكن هنا كاع نصور على الكارتي تاع النبا لي كارتي لونسيان لا سيتي لا ليراز جبنت لي هو يا براني في لا سيتي باش ما تحكي لنا حاجه سبيسيال هنا في الكارتي اسمه لا ريبايا لا ريبايا واش حاجه فيها خصوصيه لهنا عندك الحمام بونفا مع حمام بونفا هذاك حمام شاقرا لتحت ولا الاخرفه من ثم تحبس سيدي ابراهيم اه لا لي باير لا لي باير حتى لا حتى لا الاخرف لا الاخرف الجبال هذا بقديمه اها الاخرف هذا وعندك حمام شفرون وتحت خلا عندك سيطان سيطان مركز تكوين مهني تاع بكري اه وهذا الكروار الثاني هذا تروازيام كيما نقول عندك بيك لا لي بيديزال كيف كيف بيديزال اها كاين لا لي باسكار ومن بعد تجي تروازيام كروار واش كاين واش عيطوا تروازيام كروار تروازيام شو اسمه قولي سيدنا وعلي سيدي إبراهيم سيدي إبراهيم هذه الكبيرة هاي من هنا طريق دوكومان يقول دو بوليس هذه ايوه دوكومان اخويا المهم معك مع رمضان ما راهي راكدة تقول يا عيشك ربي بك ايه يا صحبة صح اخو هلا هنا قيل بنلحقوا لاريبا لافان تاعها لاريبا يا ربي واش يا اخينا السلام عليكم واش راكم لاباس ها
او قول لهم عندنا الماتريال احنا بالك يقول لك بالك غلطين فيها لاسيتي. قال صور عليك كارتي تاعنا باه ولي ماني في لاسيتي. وي على اسمه لاسيتي وزاز خبر. والله ما نكذب على خويا. ما عندكش علم. والله ما نكذب على خويا. تسمى كاين حمام بونف وحمام شقران ولا خروفه مربطه خضراء. مربطه بيا. مربطه بيا زاد. معمره برابيت لهنا زاد. معمره كان بكري كلها قبب. شوف. كاين العمريه بكري شتي كانت قبه هنا. بالدار تاعنا فاش هذه الدار هذه كانت لالا العمريه كان العمريه انا مستي بكري كانت قبه هنا كانت قبه وسي هنا وين السفره هذه تبارك والله فاش بعد والباب تاع فاش قد بعد في القريه الفيسبا تم الداخل كاين سور وكان من وراها كانت قبه بكري كان يجيو بكري نساوي نقول الزرق كانت كان زمانه كان بكري تاعت هذه مالك كانت مدفونه لهنا مالا لا 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 دفناها وحدها هذاك كيري كيري بوشرا كيشا والدار هذه وريبه نحاوها القبه وين الفيسبا اكزاكتا وين الفيسبا قد ها يا خويا لا العمريه قلت مربطه العمريه لا العمريه مربطه خضره لتحت مربطه خضره لتحت هاك هاك لتحت بيا قدامها بعد وقتها في كرتي حكيت لاسيتي معمره مرابيط اخويا واش حكينا واش كان بكري بصح كانت لاسيتي هذيا لاسيتي هذي كانت ايزوليه ما كانش كيما تشوفوها دروك يكون كانت كلها جنان هادو دي شون شاق بيسر كان كيما تشوف سيدي ابراهيم شي سيدي ابراهيم سيدي ابراهيم سلام الصوص سيدي ابراهيم شوف هذا الخروف هوني محسوبه مقرب مقرب لبعضها مقرب لبعضها هذه القبه تاع شو اسمها العمريه لا العمريه ولا مرطه العمريه مرطه العمريه هاي العمريه لا لا عيطولها وكاينه المرطه خضراء كلهم في لاسيتي كلهم قرب لبعضهم كلهم في الدخله تاع النبا بكري هذه دخله تاع النبا انا حسب ما فهمت لاله خروفه قال لك كانت من المقاومين ضد الاسبان الاستعمار الاسباني كانت يقولوا التاريخ تاعها هكذا الله اعلم كانت من النساء اللي حتت المجاهدين باش عملوا كيما لا نسوم يعني فاهمك عندها معنى وعندها واحد تاعها لقاوها في الطليان واحد الامور راك لقاوها في القبر تاعها يعني رحت هذيك الفتره قلت لقاوهم في الطليان محطوطين كنا بكري وصغار كنا نخشوا تما كانت واحد المراه تما ولدها اسمه مرتان هذا مرتان هم اللي كانوا عايشين فيها بيب امه كانوا عايشين في نص القبه الداخل بعد مع القبر مع القبر هذاك يسكنوا تم بعد مع القبر بعد شحال كنا بكري نروحوا نطلعوا عليهم احنا نلقاهم في القبر في نص الدار ما نحيوهاش في القبه ما نحيوهاش والقبه فيها كاين ثلاث قبب تما في هذا الخرافه انا قال لك ولدها الزولاد ان عندنا الزولاد تما مدفونين يعني كانت ثلاث قبب هي كاين القبه الكبيره وكاين القبه الصغيره واحده من واحده من تاع ولاد هذوك كل حاجه هكا يشوفوك جماعه في الخارج نورمال انا يعني برك لا 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 معليش مو صوتك خير من كل شيء عايش خويا بلا هناك عطوها لالا العمريه جديده هذه اول مره سمعت بها العمريه لالا العمريه لالا العمريه ولا لالا خروف ملا لالا خروف قالت من المقاومين ضد الاسبان احتلال الاسباني زمان اي قبل سيدي ابراهيم هي جو بونس والله خويا التاريخ ما تسمى تاكل البلاصه نورمال ما تعرف احنا كبرنا كيما مكة ما التاريخ ما قريناه ما تبعناهش احنا فهمتني يعني بالك كبرنا فاه نلعبوا فاه هذا خروف كبرنا عمرنا كامل هنا ما تعرفش التاريخ تاعها خلقت هنا كبرت هنا واش معناها هذا الخروف والله ما نكذب اخويا وليا صالحه شغل وليا صالحه كبكري حتى كنا نمرض ولا حاجه نروحوا تم يجيبوا الخبيزه خبيزه تاع بكري هذاك هذيك عملها ترتاح يديروها بكري الناس كبار ترتاح منها كانوا يعملوا زرد بكري زرد ويذبحوا كان بكري خميس هذا كان اسمع بيه شكون خميس؟ خميس هذا واحد تستنى مرابو مرابو ها؟ مرابو بكري كان يدور في عنابه هنا كان يكسر قلت يوم مقصوص هنا وقاعد كي المالطي هو قاعد كيما اللي مالط هذوك عنده بيريه هذيك وفيها هذيك الشاشوطه هذيك هنا هذيك وديما لابس هنا كيما العسكر كيما نقولوا هنا ما نبانش من البلاصه هذيك تاع بكري يلبسوا لي شورت كاين العسكر يلبسوا لي شورت هذوك كيما لي زونغلي كاين لي زونغلي عام اللي هو شغل شعرات من ايكوز تاع اسكتلندا لا كيما كاك عيطوا له خميس هذا يدور في زونسيان كل كان يعرفوه شوف هذا كان ديما يجي لنا خروفات ديما مش من عام هذا ديما نقول في بعد استقلال بعد استقلال حتى نقول حقنا احنا نقول لك احنا يعني خلق 71 انا انك كبرت وعطنا في صلاحي انا نقول لك شويه كاك 75 اقل نقول روح الثمانينات في الثمانين كان يدور هنا بس الحين خميس هذا خميس هذا توفى السياره توفى بصح كان ديما الخروف كذا نشوف يدور دور يرجع للخير الخروف يروح غير الخروف ما يروح حتى لبلاصه يجي غير تم حتى واحد الوقت كي مات فعفروا كان يخبي سوارد هو تياو يدور يمدوا له الناس سوارد كان يحفر هو تم في الجبانه تم يخبي سوارد وتم في الخروفه تم لقاو دراهم تم في الخروفه تم بعد
شفت قلت متم باش ما تلقى جماعه هذيك ابو دجاجه وجماعه هذوما كلهم متم. واش شقرون كان حم شقرون؟ حم شقرون ها هو حم شقرون في اللونجول هو الاول بعد. في اللونجول هو الاول حم شقرون. لا العمريه ولا الخروصه ومربطة بيا ومربطة حمام بونفة. حمام بونفة اونسيان خلاص اونسيان حمام بونفة. مالا هي صديقي هلا صاحب بعد الفطورة هم باش يصوروا الاسم ديال القدم مريبوهم الكل. قاعد شوف بناو كل بناو عاودوا بناو بعد وراح. اه صح حبيبي هي اخوي السلام عليكم. نضيفة شوية لهنا صافا لا سيتي بني الواطي ياك تشوفها. اه داو الشرم تاع بكري بني واطي هذوك بناو كل طلعوا. عندك العب بلا طيش برا. لا ما صورتكش خويا ما صورتكش تخافش ما صورتكش لك تشوف الناس موسوسه خلايا. او بني قديم هذا راح يريب. هذا حمام جو بونس هذا شي با واش هذا يا شانا اخويا دقيقه برك. السلام عليكم نسقسيك معليش دقيقه برك. هذا واش هي كان قبل هذا هذا واش بني هذا الدار هذه على بالك شاو اسكنش لهنا. السلام عليكم اكو دلاسيتي انت على نسقسيك معليش تفضل بين لي زونسيان كان في هذا البيت فيديو على الكارتي تاعنا هكا هوايه برك واليوم راني في لاسيتي ونسقسي ولاد البلاد حبيت نقول حبيت نقول حاجه ولا ثم سقسيت الطفيل هذا قال لي ما نعرفش البني هذا واش هذا هذا الحمامه هذا الحمامه اها هذا حمام شقرون هذا حمام شقرون ما يخدمش درك لا عنده مده صافي لونتون وبقيدا في السكان ولا فيها السكان من فوق فيها السكان وهذا حمام تاع نص معنا مدة ومقفول معنا صافي راضي انا كنت قدك تحب تقول حاجه كاع على ولد عناب على سيتي حاجه يمكن الناس لا سيتي راه ما عادش هذا راه على الشمس على الطريق برك عادش سيتي والله وهذا اسمه هذا الكارتي باير عيطوا له هكذا هذا لا هذا الباير هذه هو الباير وهذه واش هذه؟ لا فوازي كامل لا فوازي هذه هذه الباير تحبس لهنا مال لي باير هنا تحبس لهنا مال وهذه لافوازي قلت انا المقبره تاع الخروفه هكذا واش معناها الخروفه اكزاكت يعني وقت الطرق هاك تصور فيا تصور ما صورتش هاي اخويا يعني قلت لك كبيره تخب لي يا ولدي والله نصور من بعد دوموندي ديما دوموندي وصوت خايف اسمح لي انا خرجت كيما يعني نقص الخروفه هذه و... الوقت بني عثمان وقت الطب واش من قرن؟ واش نقول لك 1700 واش نقول لك؟ وقت سيدي ابراهيم هي وقت واحد وقت واحد قال لك هي جو بونس كانت ضد كي دخلوا الاسبان هنا في 1500 كانت هي من المقاومين الاوائل كيما نقولوا ولاد النسومر تاع القبائل السيد قالوا لي كانت من المقاومين هم قالوا لي من المقاومين على هذا القبه ها مش قبه واحده قالوا ثلاثه ولا اربعه هم ولاد هذوك دخلت تما سقسيتي تاع عمي طاهر كنت معاه زيد فاميلتي كنت مع عمي طاهر شكون شنو اللي حاكم تما في المقبره عمي طاهر لا اسمه طاهر شكون طاهر لا اسم واحد اخر نسيت بلاد ابراهيم ولا المهم انسان كبير يعني خضر والله ما تقول له خضر ولا المهم مشى الابيض هذاك مش ياك هو المقيم من تما وقال لك من في وشواش فلان وشواش اي مو قوري هذاك مو قوري اول حاجه السلام عليكم معليش نسقسيك الحاجه نضم عليك صح تحب تبان ولا ما تبانش نعمل في واحد اسمح لي عامل فيديو برك عامل فيديو على الكارتي تاع نابوكوم انت اونسيان باين تسمى ولد لاسيتي انت انا وضحونا وضحونا عندك معلومه تاع تحكينا على سيتي لاسيتي والله ما عندي معلومات عليها كبيره جينا حبيبي
انا صح عشرت لهنا مليح على جبهه اليهود بصح راسيتي ماهوش حاجه كبيره شنو نعدي ونفوت من هنا هذا ما كاينش معناها لاله خروفه قبل القبر تاعها لاله خروفه والله يا حبيبي يقول لك هي كانت امراه مجاهده مجاهده قلت لك فوق وقت اسبانيا تبارك الله فيك وقت الترك وراه الى اخره 1900 ولا 1900 حاجه هاي 500 هذه كلها كانت واحده بطحه فيرما فهمتي ما فيها حتى شيء لا سكنه لا حتى شيء وشنو من بعد ما مر الزمان وكذا فكتب له كتاب ولات كذا سكنه ولات كذا في الروح الى اخره عندها عندها الخروف هذه عندها كل مقبره كان القبر الوحيد اللي موجود هنا. من بعد ولات بشويه فهمتي كل مره فهمتي لا يجي اثنين واحد كل مره يجي اثنين واحد كل هكاك. الاحفاد تاعها يعطيك الصحه. جي هي عندك سبع رقود. وقت واحد. هي سبع رقود في وقت واحد. احنا على ثقافه تاع واحد يبان في الفيديو كل واحد وخرا انا ما ولكن كاين ناس متشوقه عايشه في الخارج عندها 30 مره 30 مره واحد كي توصل الميساج انت وتبان وراح المشكل وكيف تحب تبانش ما تبانش نفس الشيء يعني بالنسبه لي ماشي مشكله انا ولكن تحب تبان هكا يمكن الناس هكا يوصل لها الميساج بطريقه خير يعني غير هذا اللي فاهمه فهمت الحاجه تحب تبان لك تقول حاجه تسلم على الناس تاع الخارج تسلم على الناس كلها يا اخي ها هو الحاج نورمال ها فيها والو انا ربي يخليها يعيدها لعيدها لاخي العافيه والحمد لله رب العالمين ان شاء الله الحاج هي شوف لهنا طبقات وتجي لهنا سيدي شو اسمه لاسيتي ومن بعد يجي جبنت اليهود بعد اليهود وبعد بعضهم بعضهم كرتين واحد كم الناس اللي عايشوا بكري فهمتي في الانسان كيما نقولوا حنا 70 هذيك قالوا كلها كيما كون كي لاسيتي جبت لي هو كيما انت جاي من هنا قطع من هنا داخل ديريكت ما راه جبت لي باين هي باينه بارك الله فيك ترونزيت وكان كلها فهمتي عائله واحده بس فامي واحده صحاب كل الاخاء وكذا من هنا وهذه كانت حياه كيما قبل بعد ما مر الزمان كيما قلت لك كنت قسوه شويه كون كبر الله يبارك كلها كنت في عرش قصيتي كبر كيف ولا في عرش كبرت صح جبت لي هو كيف ولا في عرش وراحت الناس تقول لي لا تفكر فكرت في الجينيراسيون هذيا تاني زاني كتر جوان كتر هاو كيما قال لك يتلاقاو مع بعضها هاو طفل صغير سخسيته قلت له واش ما عرفش طفل صغير عنده قلت له واش هي هذا البنية لا قال لي ما على باليش هاو طفل صغير هذا سمبول هذا كانوا ما يعرفوش هاو طفل صغير عنده 20 عام ما يعرفش هذا سمبول هذا فهمت اخويا لكن خرجت شويه معي سامحني معليش راني فاصل والله خدمه كبيره وانا راني سقسيت قبل معليش اول حاجه هو تقبل الفكره هذا اول حمام كان عندك هنا مشقوا حمام بنفه ومغطى زر حمام البي حمام البي حتى في عندنا قايد حمام القايد نقول حمام الديره لا لك مجد البي ابي تعرف شويه ابي تعرف شويه الدخلات والخرجات معليش مش حمام مش البي وكان حمام البركاتي حمام البركاتي كان مبني من بكري غلاف في بلاطار لا لاري كومبيتار وكان في لاكولا حمام بركة لا هذا كله كان موجود تما في المكان هذاك بعد طبروا فيه شويه بالبوز وسعوا فيه وعرضوا فيه وشويه وكذا ولا عارف يعني خدمه بكري في كومبيتا في كومبيتا في كومبيتا وسي قديم هذا كان نقول لك 75 76 هل قال تبغى نقول لك خويا والله انا براح سي بون كي راحوا موراها سي بون يعني نجيب له حاب يقول كي راحوا موراها سي بون التقاليد تاع بكري والمعلومات على اللي سيرتو لي كارتي القدم والاسامي كيما بقينا سقسيت واحد قال لي كاين تما عيطوها لاله العمريه ما نعرفهاش انا لا قال لي واحد اللي هي وين لافاج اللي هي بكريه ما كانش العمريه هذه ولا كاكا بركي انا مربطه خضراء برك ودي المرابيه تاع لام فهمتش انا بكري كانوا يروحوا يقولوا بها مع لام فهمتش وقت اللي هي بكري الزوي تاع بكري الزوايا الزوايا هذه بكري كانوا كلهم موجودين فيها كانوا بكري واحد يموت والانسان مثل الوالي ولا انسان مثل كما قلنا تاع الحي اللي هو كما نقولوا رجل الحي عبد صالح فهمتيني يدفنوه في القبب هذيا هذيك عندك تخرفات هذيك تكيميتها برك الزيارات وابراهيم هذايا سيدي ابراهيم واش المعلومه عليه يعني بن توبي ابراهيم اسم بن توبي نقول لهم اسم مجاهد تاع بكري خلاص ولا الاخلاف هو جاء قبل او كان الاعوام 1600 انا شفته لا بعد هو يمكن اسمح لي كان كبير يمكن بعد الاخلافه وهو مع الحطاب جاوا او ميم طون على الحطاب او مدفون في الحطاب او كانوا خرجوا قالت لي يما قالت لي خرجوا او ميم طون مع بعض كانوا اصحاب الوقت هذاك الحطاب و 1600
500 جبتهم مثل ما في الطابلو ولا الخروف في 1500 الله اعلم. المهم ممكن ما بنتومي ايه بنتومي يعني. بنتومي هو احمد البوني هو عالم ايه من عنابه ومات في مصر باش يكون على علم خلق في عنابه ايه ايه كما ابو مروان الشريف وخلق في خلق في اسبانيا ومات في هنا في عنابه ايه ابو الليث البوني جده ايه تاريخ حنا تاريخ تاريخ ما جد جدود هذه انا بدرك انا كي نحب نعرف التاريخ صح نسقسي تاريخ الشارع ولكن تفضل خير مش راح يفيدني بحاجه يمكن انت وعليه انت الحاج كي نسمع لك انا اللي انت عشتي مع باباك يمكن توفى وجدك يعني ندي منك القرن 1900 1890 جا يمكن عشتي مع ناس قدم فهمني هذه النقطة اللي نحب نوصلها بك انا شفت كيف سما انت عشت مع ناس خلقوا في 1880 يمكن حتى تكتب التاريخ انت تعمل ولا كاكا برك تكتب التاريخ انا احب كيما يقول نستشعر الامور من الشارع يعني الطريق يعني مش نبحث ولا انا انا واحد مؤرخ انا كريبه باب جلدي يثبت لك من توبة احنا نخرجوا كيما يقولوا نبداو بالحاجه كيما يقولوا درجه درجه نبداو بالحاجه انا مؤرخ هنا روح احنا اسما قلنا من الناحيه وفي التصوير تاع الاحياء فقط وحاجه وحويجه كي تجي حاجه تاريخيه ما نسيبش ونرجعوا الحوايج تاع بكري هكا التقليديه مازالوا حكم غير في حاجه واحده بزاف غير الماكله برك تاع بكري شي كره بزاف غير الماكله تاع بكري شي كل شي كامل راه هذا الاكل التقليدي ونسقسيك الحاجه على البوالك العنابي تاتي كيما كنت صغير شو عليه من بكري صافي 70 سنه من هو هو تما انا ويمكن شوف ما يتبدلش تعرف درك واش زادوا فيه شويه درك زادوا فيه شويه خسيفه كيما نقولوا هنا ولات الكبده ولات هذاك ما تجيش روح الى اخره هذا صحيت بدك لي تعالى قاعد فرماج وكذا وبطاطا ومعدنوس ويمكن تكتيتي في البولك تاع الولايات الاخرى يعني تاع النابه واش تشوف فيه بين تاع النابه وتاع الولايات الاخرى هو بالحقيقه يعني انا تاع النابه راه خير فهمتيني حبيب غالي كيما هذيك اليوم راه الحق يعطيك الصحة الحاج الله يبارك الله فيك واسمح لنا هكذا خويا خويا ربي يسامحك بارك الله فيك الحاج هيا خويا في الأمان ها أنا على بالي من هنا واش الحاج السلام عليكم لهنا واش عامل الحاج السلام عليكم ولد لاسيتي ولا ولد جبنت اليهود ولا ولد الطاحونه ياك باين ترونزيت معدي قول لي بارك الله ولد سانكلو ها يا سيدي لهنا معندكش خيوط لهنا في لاسيتي ولا دو باساج هذا باساج ها يا بيان هاي سانكلو هنا نجيو هكا شي نهار البولفار هذا حفاف تاع البلاد السلام عليكم هايا مشروع اللي محكمت لكم الكاميرا معليش نصور تغطية تاع البلاد واحد ها اي اخويا هنا في لاسيتي سيستم قديم تاع بكري خلاص هاك تشوف ها صافي لي زونسيان اللي عايشين في الخارج ولا اللي خرجوا من عنابه يتفكروا ليامات انا ولد عندي لا كوزا شكون لا كوزا وين وين لا كوزا خدم طليان انت نو لا كوزا خدمت طليانه باش نعطيه وكل الناس اللي عايشين